احنا بنتكلم عن جمال هذا التشريع، جمال الأحكام الفقهية التي تعين الناس دائما على قضاء حوائجها في هذه الحياة، وأن تسير هذه الحياة كل واقف جنب بعضه، الغني جنب الفقير، البخيل يطلع الحق أو حق الله سبحانه وتعالى في ماله. يعني وحدت الزكاة سبيل هذه يعني وحدت الزكاة السبيل، فالتقى فيها البخيل والكريم في نفس الوقت. لماذا كانت هناك زكاة في الأنعام والإبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. احنا عندنا الزكاة من أركان الإسلام، والزكاة التي هي من أركان الإسلام هذه لا تتعلق بكل ما يمتلكه الإنسان من أموال، إنما تتعلق بأموال مخصوصة. لذلك احنا لما كنا بنعرف الزكاة زمان كنا بنقول إيه؟ قدر مخصوص من مال مخصوص يخرج إلى أشخاص مخصوصين بكيفية مخصوصة. فالمال المخصوص ده معناه إن في مال عام كده عندي، وبعض أصناف هذا المال هي اللي بيخرج فيها الزكاة دون غيرها. فيجي الشرع يقول لي والله انت عليك ان انت تخرج زكاة في النقدين، وزكاة في الزروع والثمار، وزكاة في عروض التجارة، وزكاة في الحيوان. ايه الحيوان؟ يعني انا مثلا لو عندي قطط او بتاع اخرج فيهم؟ لا، الحيوان برضو اصناف مخصوصة من الحيوان هي اللي يخرج فيها الزكاة بشروط مخصوصة، مش على اطلاق اللفظ يعني، مش على الاطلاق. طب ايه يا ايها الشرع الشريف الحيوان الذي يجب علي أن أزكي فيه؟ قال لك الأنعام من الحيوانات، وهي ثلاثة أصناف. ما هي هذه الأصناف الثلاثة؟ الإبل، البقر، الضأن. فيجب أن أخرج الزكاة فيها. سؤال حضرتك بتقولي اشمعنى دي بالذات؟ أمر الله، هذا هو حكم الله. لكن تعالى نبحث عن التعليلات اللي هي من باب حكم التشريع. طب قبل التعليلات والحكم التشريعي مولانا، احنا قلنا الإبل، البقر، طبعا عندنا البقر والجاموس. ايوه نعم، يدخل يعني نعم. عشان نعم. يعني العبره بالقياس بهذا الشكل يعني، والضأن يعني الماعز مع الخراف وكذا والشياه يعني. للتوضيح فقط. جميل، العلل والحكم، حكم التشريع. قال لك والله العرب زمان كان أنفس أموالهم، أنفس أموالهم، مش الذهب والفضة والكلام ده، أنفس أموالهم هي هذه الثروة الحيوانية اللي الإبل. عندهم ثروتهم الحيوانية دي أنفس أموالهم. لكن ده مش معنى مضطرد، لأن ممكن دلوقتي احنا في بيئة مدنية ده مش أنفس الأموال، ومش ما حدش بيقتني هذا الشيء ولا 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 حاجة. ولكن هو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن الإنسان في أثناء عبادته بأداء الزكاة يبقى شاعر ان هو في نوع من انواع المجاهدة. ما هو لو الشيء مش عزيز عليا انا مش هيبقى فيها تكليف. اصل التكليف معناه ان امر فيه كلفة، والكلفة يعني فيها شوية مشقة، فالعبادة فيها شوية مشقة. فالمشقة دي ممكن تكون مشقة نفسانية، ان انا بحب الذهب، بحب الفلوس، فإن أنا أقاوم نفسي فأخرج من فلوسي اللي بحبها دي شيء لوجه الله فقط، يبقى أنا كده قدرت أنتصر على نفسي وأقوم بالتكليف. أنا بحب الثروة الحيوانية اللي عندي دي، فأقوم واخد منها ومطلع لوجه الله كما أراد الله، يبقى أنا قومت نفسي وأديت التكليف كما أراد الله. ولذلك أصل يعني جهاد النفس ده هو الجهاد الأكبر. ولما ورد في بعض الأحاديث، وإن كان في سند ومقال لكن معناه صحيح 100%، لما الصحابة رجعوا من حرب من الحروب أو غزوة من الغزوات، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: رجعتم من الجهاد الأصغر اللي هو القتال إلى الجهاد الأكبر، إلى الجهاد الأكبر وهو مجاهدة النفس. والجهاد الأكبر ده لما أنت تنتصر على نفسك فيه تقدر تروح تبذل نفسك في الجهاد الأصغر. لكن لو انت بتحب الدنيا وبتحب نفسك مش هتروح تحارب وتفدي وطنك ودينك وابناء بلدك بنفسك وروحك، وهتبقى اناني. لذا قيل عنها المجاهده. المجاهده دي مجاهده حقيقيه. مجاهده مجاهده في اللغه العربيه يعني مفاعله. ايوه، مجاهده على وزن مفاعله، وما جاء على صيغه مفاعله في اللغه العربيه يعني فيه طرفين. يقول لك مقاتله يعني واحد بيقاتل والتاني بيقاتله. ايوه، واخد بال حضرتك؟
فالمجاهده يعني في انت بتشد من ناحيه ونفسك بتشد من ناحيه تانية، مره تغلبها ومره تغلبها، فهي مجاهده تجاهدك وتجاهدها. فلذلك الانتصار على النفس في الخروج من الاموال المحبوبه اليها، في الخروج من تعلقها الدنيوي بها، له ثواب عظيم عند الله، وبيحقق معاني اخرى من التكافل والشعور بالفقراء وتقليص مساحه الفقراء في المجتمع ونقل بعض الفقراء من دائره الفقر الى دائره الغنى. فياتي على المجتمع وقت لو اتبع احكام الله ياتي وقت تخرج الزكوات فلا تجد من ياخذها. وحدث وحصل في عهد عمر بن عبد العزيز. صحيح. والنبي عليه الصلاه والسلام بشرنا بان هذا يحدث في اخر الزمان، وده حصل اغناء، وهو الـ 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 الهدف الحقيقي يعني من او احد اهم اهداف الزكوات انها بتغني الفقير، فالفقير الذي كان اليوم اصبح غنيا او اصبح موسرا في الايام المقبله فيزكي في العام المقبل. هذا صحيح. لذلك لما بعض الناس من الكرام الذين تجب الزكاه في اموالهم لكنهم لا يفهمون هذا المعنى فهما جيدا، يقولوا ايه؟ يقولوا والله احنا طلع لنا، انا عندي 1,000,000 جنيه وطلع عندي فيه قد كده، انا عندي 100,000 جنيه زكاه السنه دي، فاجيب ال 100,000 ديت اوزعها على 1,000 فقير، الفقير هياخد ايه من 100,000؟ هياخد كلام فاضي، ما عملتش حاجه. لكن لو انت جبت ال 100,000 دي اديتها لفقير واحد، الفقير ده هيخرج السنه الجايه زكاته، هيعمل مشروع هتنقله من دائره الفقر الى دائره الغنى، كما تفضلت حضرتك وقلت مقصود الزكاه الرئيس هو الاغناء، اغناء الفقير مش تنقيط الفقير ولا اذلال الفقير. فيبقى فقير الفقير السنه دي هو فقير السنه الجايه ما عملناش مقصود الزكاه كده. فانا نناشد الاغنياء ان هم يتحرروا من ثقافه الفقر ومن فكر الفقر الى فكر الاغناء والى الفكر الذي يتغير مقاصد الشريعه فيسير افعال المكلف بناء عليها.